انجنوا جنون، كيف انا نزلت على هون؟ هجموا على الدار، كسروا الدار، تكسر. هذه المنطقة انا كل سنة بحرثها وبزرعها، كل سنة. السنة جيت انا زرعتها وجيت انا بقاعد بحصد فيها، بحصد الشعيرات فيها، وانا تحت الزيتونات ما شفت الا غير بيجي يمكن بحدود 14-15 بني ادم، كانوا اشي فوق واشي اجوا من وراي، صاروا يطاحوا فيي في المواسير، في راس الماسوره، في تقريبا حاطين فيها هي بسطة هي سكينه، ونزل على راسي وفقش راسي فقش. والحمد لله انا رجعت، والحمد لله انه انا امبارح بالنسبه لهم تنزلت من المستشفى، جيت عهون لقيتهم قاعدين بغنوا برقصوا بقولوا احنا قتلنا عبد الكريم، قتلنا عبد الكريم. احنا هون كنا قاعدين على باب الدار هون، وقاعد يسلخ علينا حجار وكسروا البيت كله. كيف لما كسروا البيت احنا طلعنا لهم كلهم بيجنوا علينا، كانوا مليان وملتمين، وكنا احنا دخلنا على البيت والنسوان كلها صارت تعيط وكسروا كل البيت، ولا اشي ضل في البيت الا كله اتكسر. قاعد يحكوا لي سيدك ومات، وقيته ومش راح يرجع الحياة، وجابوا سماعة وقعدوا غنوا. يعني احنا مش تيجين واحد يجي يدق على باب دارنا ويجي يقول والله احنا جايين ندعمك بصمودك، ما شفنا اي بني ادم. احنا بالنسبه لنا ما بنطلع من هون الا غير بس كان على ظهورنا وعلى مقبرتنا.